راح نراجع اليوم السيدي ستيت ايرورز بنطلع على عندي فيرست اوردر سيستم في بس هون عندي بول البول هذا ماينس 1 على تي حطيت له بروبورشنال كنترول كي وعندي يونيتي فيدباك لو دخلت له الان هون ستيب فانكشن 1 على اس السؤال اللي بيساله ايش السيدي ستيت ايرور تبع هذا السيستم راح الليمت اوف ليمت تي استعمل الليمت نعم استعمل الفاينل فاليو الفاينل فاليو كي خلينا نعرف الايرور نعرف الايرور انه بيساوي الانبوت ماينس الاوتبوت ولذلك راح اعرف انا اي اوف اس تساوي يو اوف اس ماينس سي اوف اس ولذلك الاي اوف انفينيتي اللي هو الستيدي ستيت ايرور راح يساوي ليميت اوف اس اي اوف اس as this approaches zero. ايش هاي الفيرم وين انا جبتها؟ هاي الفاينل فاليو فيرم مش هيك؟ اذا عندي وانا عارف ان يو اوف اس في الحاله هاي بيساوي 1 على اس فراح يصير عندي هلا بالحاله هاي عندي الترانسفير فانكشن راح تصير كي على تي اس بلس 1 والترانسفير فانكشن الكليه تبعت الكلوز لوب سيستم راح تصير كي على تي اس بلس 1 1 زائد كي على تي اس بلس 1 وتساوي بضرب البسط المقام بتي اس بلس 1 راح يصير عندي الاوفرول ترانسفير فانكشن كي على تي اس بلس 1 زائد كي وهذا يساوي ترانسفير فانكشن الكلية اذا الاوتبوت سي اوف اس يساوي الانبوت يو اوف اس مضروب في جي اوف اس تبعت الكلوز لوب سيستم اللي راح اضربها في 1 على اس راح يصير عندي كي على اس في تي اس بلس 1 بلس كي الايرور شو بيساوي؟ E of S بيساوي U of S minus C of S وتساوي 1 على S minus K على S TS plus 1 plus K هذا مشترك مقام مشترك راح يصير عندي TS plus 1 plus K بقسمها على S راح تعطيني TS plus 1 plus K وعندي هون راح يجيني minus K فالK راح تكتب مع الK فالإيرور بيصير عندي TS plus 1 على S TS plus 1 plus K. كيف بدي اطلع steady state error؟ steady state error هو limit S E of S as S approaches 0. إذا steady state error ESS لما تكون input step function راح يكون limit as S approaches 0 ل S مضروبة في هاي S مع S راح تشطب راح تكون TS plus 1 على TS plus 1 plus K. لما بعوض S هون عندي هذا الترم اختفي هذا الترم اختفي بضل عندي 1 على 1 زائد K إذا باي ديفينيشن لما يكون عندي فيرست اوردر سيستم واحط عليه بروبورشنال كنترول واسكر لوب اعمل يونيتي فيدباك وادخل على انبوت ستيب فانكشن الستيدي ستيت ايرور ما راح يكون زيرو الحاله الوحيده راح تصير ولذلك اذا بتلاحظوا بالفيديو هلا السابق اللي عملناه تبع الدي دي كنترول قبل ما ندخل الدي كيف كنا نستعمل البي حتى اخف من الستيدي ستيت ايرور شو كنت اعمل في كي؟ ازيد كل ما زدت كي ينزل الستيدي ستيت ايرور بس ما راح يوصل زيرو الا في كي تكون قديش؟ انفينيتي اذا هاي نتيجه مهمه لما بدخل على فيرست اوردر سيستم بدخل عليه ستيب فانكشن طبعا من كلوز لوب مع كي الستيدي ستيت ايرور يكون بيساوي 1 على 1 زائد كي اوكي اذا هذه ستيب فانكشن